عشان يبقى برضو من ضمن الحاجات اللطيفه. طيب نبدا بقى نعمل ايه الخطوه الثانيه يا ولاد؟ عايزين نبدا في المربى بالمره، نحطها على النار عشان تاخد وقتها. طيب انا عندي دلوقتي ان شاء الله 2 كوبايه من الرمان، ممكن بقى نعمل 2 كيلو نجيبهم وننزلهم مش هيصفصفوا. طبعا على 2 كيلو ممكن يبقى كيلو رمان صافي او كيلو ونص، ان هو طبعا كبير ويبقى الحبوب جوه صغيره. واسهل طريقه لتقطيع ان نفصله بالنص وامسكها وشها المفتوح على كف ايدي، صوابعي مفتوحه كده، كان نفسي يبقى في واحده مفتوحه اوريها لحضراتكم. ظهر معلقه خشب اخبط عليها جوه البوله، اسهل طريقه ينزل في ثانيه، في ثانيه الرمان. فما يحتاجش ان انتوا تتعبوا او يطلع منه عصير فيضايقكم في الهدوم. طيب عندي كوبايتين من الرمان الحب، ربع كوبايه من الميه، كوبايه سكر، معلقه صغيره عصير ليمون، معلقه كبيره من ماء الورد. هو ماء الورد بيبقى معاه حلو، لكن اللي مش بيحبه ما يحطش. مربى الرمان انا عندي 2 كوبايه من الرمان الحب صافي، عندي معاهم ربع كوبايه من الميه، كوبايه من السكر، معلقه صغيره عصير ليمون، ومعلقه كبيره من ميه الورد. اللي مش حابب ما يحطهاش، يحط مكانها فانيليا، مفيش مشكله خالص. طيب هبدا احطها برده هنا كده على النار. خلينا ايه اخد دي الطاسه هنا احط فيها انتوا عاملين لي دي يا ولاد صح؟ دي كميه الرمان. خليني احط دول هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو الرمان، وادي ربع كوبايه الميه، وبعدين ماء الورد اهو. هحط بقى السكر. السكر طبعا دايما اختياري، يعني انا شايفه ان كوبايه على كوبايتين كويس قوي، نص الكميه. ثانيه واحده، دي ميه نقطه من ميه الورد، هحط عصير الليمون. يبقى انا حطيت الميه وعصير الليمون والسكر ونقطه من ميه الورد. هخليهم بقى في جنب هنا وارفعها على النار دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا سايبه الصوص دلوقتي، انا ممكن نضربه في الخلاط كمان ونخليه صوص حالا تشوفوه وهو متصفي. طيب هبدا اعمل كده، يبقى برضو عندي صوص لطيف كده. ايوه تعالى شيل بقى يا محمد، تسلم ايدك. خليني بس اخد من ده، شوف الريم ده اهم حاجه بقى. اول ما يبدا على المربى دلوقتي غير الصوص خالص، اول ما يبدا على المربى يطلع ريم هشيله، كل ما تغلي وتطلع ريم هشيله اهي. واقدر برضو ادعم المربى بلون من الالوان، نقطه بس من اللون هتبقى جميله قوي. طيب خليني اخد لوش عندي من الطقم ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده نفس فكره المربى، بس الفرق ان انا هضرب الصوص ده في الخلاط واصفيه واحطه بقى في حاجه كده من الحاجات الجميله بتاعتي. الليمون ماده حافظه، عايزين بدل الليمون نحط ربع معلقه صغيره من ملح الليمون ماشي، بس انا عارفه ان في ناس ساعات ما بتحبوش. انا بس احط هنا شويه وشويه ميه عشان لما انزل الريم ما يبقاش لازق في الطبق ويضايقني كده اهو. كل ما يظهر هشيله، وادي المربى على النار. نبدا بقى نقول نعمل مثلا الميلك تشيك بالرمان كمان. عندنا الميلك تشيك كمان من الحاجات الجميله جدا، ولو عندي وقت والله مدام روحيه هعمل لك صوص الكراميل. طيب الميلك تشيك عندي عباره عن لو عندي كريمه او ايس كريم فانيليا. طب ناخد فاصل قبل ما نعمل؟ حاضر، نطلع فاصل صغير. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام، فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نستكمل باقي وصفاتنا بالرمان. فاصل ومستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة تانية بعد الفاصل. أنا كل عملت ضربت بس صوص الرمان اللي كان على النار وبدأت أصفيه. بصوا حضراتكم نزلت بس البذور بتاعته هنا، وبعدين هرميها خلاص. وخدت بقى الصوص ده أسيبه بقى يتكثف على النار، حطيته مكعب زبدة واحد عشان يديله إيه كثافة كده. خليني إيه أحطها هنا، هاخده بقى أرفعه تاني مرة تانية على النار هنا. بسم الله. يبدأ بقى ياخد ويدي مع بعضه كده خلاص، وبعدين اصفيه واحطه بقى في الثلاجه واستخدمه يعني صوص كده لطيف زي الصوصات اللي بنعملها. ودي مربى اهي شغاله على النار، الرمان حطينا عليه السكر وحطيت عليه عصير الليمون ورشه من الموارد. اللي مش حابب يحط ميه موارد نحط عليها نقطه من الفانيليا، يعني باكو فانيليا ولا حاجه. طيب معانا مدام روحيه، يا اهلا وسهلا يا شيف عظيمه يا احلى عظيمه.
احلى يعني حلقه جميله جميله بصراحه يعني. الله يخليك. انا وانا مستنيانا فعلا يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك وحفظ الرمانة والتنسيق. لا هعمله دلوقتي اهو، ما تقلقيش. انا مستنياكي، ربنا يبارك فيكي. ما تقلقيش تأمري. وبقول ايمان الف سلامه لوالدتها، وربنا يطلعها بالسلامه يا رب. امين يا رب. ومدام احلام ومدام وام رامي، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. ومريم بسلم عليها وبقول لها ليه يا مريم قافله التليفون على طول يا مريم؟ اه بتصل بيكي يا حبيبه قلبي، اكيد سمعت حضرتك دلوقتي. ربنا يخليك يا مدام روحيه. والله يا عزيز انت على الصراحة ربنا قربتينا من بعض قوي قوي، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك. في البرنامج بتاعك يا رب. امين يا رب. دايما كده معانا على طول يا رب يا امين. يا حبيبي يخليكوا ليا يا مدام روحي، ما تحرمش من حضرتك، شرفتيني يا حبيبه قلبي. تسلمي لي. حفظ الله يا حبيبتي. اتفضلي.